وصل صوتك. حوار الآن مع سيد عبيد بريكي النقابي وزير الوظيفة العمومية السابق، ولأعلن خارج المغرب نهار 23 سبتمبر أنه مش يعلن في غضون الأسبوعين المقبلين عن تأسيس حزب سياسي يساري جديد. عسلامة سيد عبيد. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا. ستعلن في غضون الأسبوعين المقبلين عن تأسيس حزب سياسي يساري جديد. إذا المدعوين والمناضلين اتفقوا على هذا، هي مبادرة من مجموعة متاع مناضلين، المبادرة ستم مناقشتها في خلال الأسبوع هذا. إذا كان الناس أجمعت على أنه لابد من إطلاق حزب سياسي يساري جديد، وإنه إذا كان ما أجمعوش وقالوا لا مش كل المناضلين، من المناضلين في تحديدهم؟ لا كل... نسمع في عبيد البريكي، ما شكون المناضلين اللي توجه لهم أنت؟ هل هم موجودين اليوم؟ هل فما خلية اليوم؟ هل فما شخصيات من حولك اليوم يفكروا في هذا المشروع؟ هل أن تطلق فيها المجهول بين ظفرين؟ لا، للمجهول لا، فهم مناضلين يتم النقاش معهم، فيها شخصيات وطنية، لكن اللي يجمع بيناتهم هو الانتماء لليسار بشكل عام، معناتها الناس اللي موجودين خارج التنظيمات السياسية الموجودة، خارج التنظيمات الحزبية، فيهم اليسار الواسع، فيهم اليسار الاجتماعي، فيهم اليسار القومي، فيهم اليسار اللي يقف على طرف نقيض والخيارات الليبرالية الرسمية متاع الحكومة. معناتها على طرف نقيض ايش معناتها؟ معناتها عندهم تصور بديل للليبرالي، معناها اليسار المقصود هنا بشكل واضح ما هوش اليسار الشيوعي بالمفهوم التقليدي، ما هوش اليسار المأدلج، هو اليسار بالمفهوم الواسع لليسار. انطلقت الفكرة من مجموعة قيمت. شكون المجموعة سي عبيد؟ مجموعة متاع يساريين. شنو نسمي لك بعض الأشخاص؟ ما نعم الأشخاص خليه توجي في وقته. أشخاص فيهم اللي كان وزير ومستقيل ويمكن فيهم عضو ولا أعضاء برلمان، وفيهم يساريين قدم، وفيهم نحب نقول لك لي بيرسبكتيفيست، فيهم الناس اللي مش منتمين لحزب الوطن الموحد وطنيين، فيهم ناس انتموا في ظرف معين للبي سي تي، معناتها كل اليسار اللي ظل خارج المشهد الحزبي في المرحله الحاليه، كل الناس اللي يجمع بيناتها فكره انه اليوم نحتاج التصور بسيط برشا اجتماعي يقطع مع انه اليسار تاريخيا كان ديما وقود يشعلوا به الاخرين، كان ديما يوظف في اتجاهات معينة. هذا هم فكرتك العام. أنت ابن الوطنيين الديمقراطيين. نعم. تولد وطد. كالعائلة، عائلتك الطبيعية هي الوطد. كنت أتوقع وننتظر من عبد البريكي أنه يعود إلى موقعه الطبيعي وبإشعاعه وقدرته على الإقناع، أنه الناس اللي قاعدت خارج التنظم واللي هي مسيسة ومأدلجة وكانت قبل في التيار طلابي أو كذا واليوم منتشرة موجودة في كامل الجمهورية، يرجعهم إلى الحياة الحزبية، إلى العائلة الوطنية الديمقراطية. إيش معناه يرجعهم للعائلة الوطنية؟ هذا إذا كان تنظيمية. إذا كان أنا نؤمن لليوم فما بعد اتفاق كامل مع حزب الوطن الموحد، فما وجهات نظر مختلفة، فما تصورات مختلفة. أنا اليوم المرحلة اللي في مخي، مش أنا بركرة وعند ما نقول أنا راني منيش أنا كيفاش يقولوا فيها الفكرة، ما هيش فردية، فكر جمعي. اليوم عاش المرحلة مرحلة بربينا هو صح ستالين ولا موتي تونغ، ولا ما عاش المرحلة دي اليوم في 2017، ما عادش هي اليوم المرحلة، ما عادش مرحلة إجا ناقش وبربي صدام أصح في البعث العراقي ولا البعث السوري لصح. اليوم المرحلة ما عاش مرحلة مناقشة الجبهة الديمقراطية بتاعنا في حواتمة والجبهة الشعبية اللي اخلقها جورج حفت، مش هذا اليوم. اليوم فما مبادئ عامة نتفق حولها تمثل الحد الأدنى يجمع بين الناس. اليوم المرحلة مرحلة التجميع، علاش؟ لأن المشهد السياسي ولا واضح. اليوم الحوار اللي يجراه رئيس الدولة الأخير شكل تحالفه ولت الأمور واضحة. اللي قابل بهذا وبالتصور هذا اللي ترجم في برنامج الحكومة الإصلاحي اللي فيه إصلاحات اقتصادية بشكل واضح والناس كل تتحدث عليها وعلى تأثيراتها المحتملة الاجتماعية، ربي يعاون. واللي يقول راهو يلزم توازنات وراهو تاريخيا تعلمنا الاجتماع عند ما ناخذوش بعين الاعتبار تتهتك الأمور، وعنده تصور سياسي مش ايديولوجي فيه الجانب الاجتماعي الحلقة الرئيسية لإيجاد توازنات، أهلا وسهلا، ما بتطلبش هذه معناتها برشا اجتهادات. لوجه على الحد الأدنى قدامك مشهد شنو اللي فيه؟ في رئيس الدولة حسم المسألة في علاقة بحركة النهضة، انتهى. حتى اللي كان يراهن على إمكانية والله تو يتجمعوا اليسار والنداء على شكل التنسيقية اللي تمت، ما عادت شيء. يمكن حاولها من الأول رئيس الدولة، ما نحبش ندخل في تقييمه هو فكره وكرئيس شرف النداء تونس، وقت اللي جات راح حكاية الميراث سلاح ذو حدين، معناتها إما أنه النهضة ترد الفعل وقتها يولي لوج على حاجات أخرى، وارد جدا، وعلى مشهد سياسي واحد أخر. قد يكون اليسار فيه كيما انشأ النداء في الأول وكيما انشأ التجمع الدستوري الديمقراطي اللي عمله بن علي وكيف وظف اليسار
تاريخيا، وكما وظفتهم ناس اخرى وقت اللي تقاوم في النهضه قبل، النظام ديما يستعمل النهضه باش يضرب اليسار ويستعمل اليسار باش يضرب النهضه. هذا التاريخ للاسف اللي عشناه كل مع بعضنا. جات النهضه وقالت والله ايش بيه تتناقش المسهل، قال خلينا نجرب الثانيه. جات المصالحه نفس الشيء، الناس قبلت رغم انه المصالحه لا. جات الانتخابات البلديه، شنو هي حصيله كل هذا؟ قناعه عبر عليها رئيس الدوله، هذه الحركه مدنيه سياسيه ورموزها وطنيه. دونك الطرف في التحالف بان ظهر نهضه مع النداء. الطرف الثالث شنو هو؟ التجمعيين عن طريق اعاده رسكله النظام السابق وبرش اعتبارات لعب الدور والتحوير الوزاري اللي فيه رجع للقدم. زاد طرف ثالث في التحالف. انت قدامك المشهد هذا شو تعمل؟ يا الناس تقعد تتفرج وتستنى الانتخابات الجايه وبعد نتندموا ونقول والله يا ريت هالناس توحدت على الحد الادنى على الاقل باش تحدث التوازن في التوجه هذا، ولا تقول يا اخويا اليوم بالا لوردر ايجو نتوحدوا على الحد الادنى باش نطلبوا بعض التوازن. اي نوع من التوازن ممكن تحطوه في وسط هذا المشهد؟ معناها انت تصورتها المساله كل يد خذت اختها، كل يد خذت في المشهد اللي قدامك. في المشهد اللي قدامك هذا تحالف بان وظهر وباش تكون عنده تاثيراته في الانتخابات البلديه وباش عنده تاثيراته في الانتخابات 2019. من صوت للباجي قائد السبسي؟ انا صوت وليد تونس. لا وليد تونس وسمحني وحركه النهضه وافاق تونس والاتحاد الوطني الحر اللي صوت الهذومه هو مواطن تونسي عنده حساسية من كلمة اليسار، من عبارة اليسار أصلا. كلمة اليسار، اليسار هما ضد حرية المبادرة، هما ضد اقتصاد السوق، هما ضد اليسار. يبقى مش يبقى اليسار. أولا هذا الفهم قلت لك القاصر اليسار اللي يلزم برشا مجهود للتوضيح. اليوم عندك تقريبا 80% خارج الأحزاب السياسية، حتى الأحزاب اللي تحكي عليها خارج الأحزاب السياسية. دونك رهانك على 80%، هذا الجانب الأول. لكن اللي تون تنسيته في ملاحظتك، الناس اللي تحكي عليهم واليوم ولا عندهم احتراز من كلمة يسار عندهم احتراز من الحكومة. اليوم المشهد في تونس شنو اللي فيه؟ عندنا حكومة عندها ناس وقت اللي يجيك هنا للبلاتو يدافع على الحكومة مع زيت ولو طارت حتى في هذا الخطأ، ولكن في النقيض عندك معارضة. حتى عندما كنت أنت في الحكومة يعني. أنا عندما كنت في الحكومة جيت هنا قلت لك هذه غلطنا فيها، متحب نذكرك تون نذكرك وش بالتسجيلات. لكن بالنسبة للمعارضة نفس الشيء، المعارضة تجي هنا الحكومة ما تصلح شيء وما تجي حد شيء والأخطط حتى لو أصابت. أنا خارج الحكومة وقت يوسف الشاهد مشى في إيقاف رغم أن مقاومة الفساد مش هذيك، قلت لا تترك يوسف وحده مع الذئاب، وقلت أنا جندي من جنود يوسف الشاهد وأنا خارج الحكومة ما عندي حتى دخل. ولا زلت كذلك اليوم ولا زلت كذلك. فاش نسأل فيك جندي من جنود يوسف الشاهد؟ لا سمعناه. إذا مقاومة الفساد تتحول، اسمعني أقول لك، إذا مقاومة الفساد تتحول من التعامل مع أشخاص في إطار حملات معناها ظرفية برها وسيئة وشدينا هذا وهذا شد اللي تحب، إذا كان ما تتحولش لسياسة راهو ما عندنا وين نمشي. أنا أعطيتك المشهد زيدك ملاحظة برك، برشا ناس تحكي على الباساج اون فورس نتاع قانون المصالحة. قانون المصالحة يجي في إطار التحالف، ما تفهمش هيك الفوق ويبرا نوجهوه ترابي بمنطقة، يجي في إطار المصالحة مع النظام السابق تقتضي اليوم العفو على مجموعة متهمين بأنهم معناتها مارسوا تجاوزات في ظرف معين. والناس تواجه في قانون المصالحة أنا رأيي بشكل مغلوط. شو معناتها؟ أنا مع المصالحة مستوياتها المختلفة، وأنا مع العفو على معناتها على الناس اللي ما استفادوش ويقدموا نقدهم الذاتي. لكن وقت ايش انا مع المصالحه؟ وقت اللي تعطيني اليه نتاع محاسبه. انت ابو بكر كنت مسؤول سياسي وصححت الورق في ظرف معين، اليوم باش نعفو عليك على خاطرك ما استفدتش، شكون يضمن لي اللي انت ما استفدتش؟ شنو الاليه؟ كان المفروض قبل قانون المصالحه اذا كان ثم اراده صادقه يتعدى القانون نتاع الاثراء غير المشروع اللي تضع على الرف تو، لان وقت نجي نطرح استفادوا ولا ما استفادوش عندي الاليه. بس نقول لك من اين لك هذا؟ انت عملت ورقه يا اخي من جبتهم هذوما عندك ولا ما عندكش؟ هذا ما تمش. دونك حتى مساله المصالحه ولا وكانه هي الهدف لتدعيم حتى مشي هذا نتاع اعاده رسكله النظام السابق. كل مواجهه تكون هنا. عبد البريكي اللي اعلن تاسيس حزب يساري في الايام القادمه، هو يقول ما زلت فرضيه، ما زلت محل نقاش تاسيس حزب يساري. اذا مش حزب يساري شنو الفرضيه الاخرى يا عبد البريكي؟ اذا ما مشاتش هذه نشد داري بعد، انا مستقبلي وراي.
إذا ما مشيتش الفكرة هذه أنت تقول لي أنت تبحث عن مشروع يتوج على مشروع عبيد البريكي تحب على مشروع يخلق نوع من التوازن أمام ما وصفته أنت به استقرار معين في الواقع السياسي العام اليوم دونك تبحث عن مشروع جديد يعمل التوازن المشروع نجم يكون حزب نجم يكون تحالف لا هذا يناقش بالنسبة للتسمية يناقش لا التحالفات جي بعد أنا بكري قلت لي أنت ممكن معرجت على هذا مسألة الوطد والانتماء أنا رئيس المؤتمر التأسيسي لحزب الوطد الموحد أنا ترأس المؤتمر اللي كان فيه شكري بالعيد أمين عام الله يرحمه به المداخلات عندي زوز مداخلات مسجلين وأنا رئيس المؤتمر مدخلت شكري مدخلت حما الاثنين ركزوا على أنه الهدف هو تأسيس حزب يسار كبير الاثنين وحكاوا على اليسار منطق معناها من منطلق الشيوعي الحركة الشيوعية في تونس من منطلق القومي والاجتماعي مسجلين معناها أنا ما خرجتش من فكرة التأسيس وأنا ما خرجتش من فكرة الوطد وأنا ما خرجتش من مقولة شكري بالعيد اليوم نحتاج إلى الحد الأدنى من الوحدة اللي يضمن تحقيق الأهداف متاع الثورة هذا هو التمشي تقريبا دونك فماش تناقضات واللي قاعد اليوم توا احنا اللي صار كيفاش تعاملنا للأسف قلت لك كنا وقود حتى في التعاملات واحد يساري يساري سيدي فيه الرايحة نتاع 1% يجيب فكرة تهبط عليه اليسار يهبط عليه قبل الأخرين والله كذا وتصبح في فيسبوك نوع من السخرية والأخر يضحك ويتعدى أضحك وواصل وتعدى مش هذا المطلوب اليوم الجبهة الشعبية لا يمكن أن تجمع اليسار ما أنا مذهبية جمع أنا هاني نقولها لك اللي كنت ويسمعوا فيها أكيد بسموع البرنامج أنا أي واحد قادر على أنه يقود نصنعه ويقود يتفضل مش قضية يتفضل بالفعل المهم الفكرة علاش حما غير قادر حما مناضل حما مش فاسق حما مناضل تاريخي دمر عاش في الحبوسات قدم برشا لتونس شكون ينجمين في هذا ما نجمش في هذا عمليا وحما في ترشح الانتخابات الرئاسية كان كونستركتيف في الحوار اللي عملوا وكان معناتها منجي الرحوي قال في 2019 حما لا منجي الرحوي حر منجي الرحوي منجي على الوضعية رفيقي أنا منقول أنت توصلتني على 2019 أنت قلت لي حما ينجم يقود ولا توجد ماشي لي 2019 معناه يقود محور الصراع ما يزموش يكون 19 حتى الصراع الخفي ما هكا صراع حتى داخل الأطراف الأخرى تو 2019 تو ما تحسش فما صراع نعم بين رئيس الحكومة وحملته بعد حملة الرئيس وبعد يدخل على الخط راشد هذه كما إذا كان باش نحطوا همنا 2019 من تو رانا مع أنه نمشي راهو الخزان متاع التغيير والبؤساء متاع حكى الناس في القصرين وفي قفصة اللي استنت عندنا ثنتين عندنا ثنتين أبو بكر يا سعبيد عندنا ثنتين خمسة كلك بلاك نقول لك حاجة أي أنت تو تحضر 2019 تخلق لك ثنتين ليش نحضر لها فيش مال علاش تعمل في حزمين خلق التوازن أنا تو في المرحلة الحالية كيفاش نعمل تعديل في منوال التنمية المعتمد عندنا وزارة متاع إصلاحات كبرى جات قالت الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تكون موجعة بأي أدوات اليوم أنت لا عندك حد في البرلمان ولا عندك وزن شكون قال لك ما تلقاش في البرلمان حد ما باش يدافع عليك يا أخي باش ندخلوها كيكة لا بهي الحكاية فما حديث قاعد اتصالات نتاع ناس توزن وتحكي وتقدم برامج لكن البرامج لازم تكون مسقطة لازم تكون برامج طوباوية نتاع وعود فارغة ما عندها حتى سونس برامج يا خويا أنت تحب تعمل دي ريفورم تو اقتصادية أنا معاك لكن الريفورم إذا كان ما تكونش متبوعة بإجراءات اجتماعية راك في 2018 البلاد باش تدخل بعضها تجي تقول لي انا باش نجمد الانتداب حتى 2020 لان الوظيفه العموميه ما عادش تتحمل ايه وشنو الاجراء اللي باش تعملوا الاخر تخدم الناس ايش باش تقدم باش تخدم الناس ايه باش تعمل الاجراء الاخر او اول اجراء تعمله في طار الوقايه الاجتماعيه قبل ما تفكر في حاجه اخرى طمنك الشباب قولوا انا باش نعمل فوند شوماج مثلا فوند شوماج بالنسبه للناس اللي الغالب ضحايا نتاع خيارات معينه مفروض علينا الفوند شوماج سام في الناس كل تعطيه منها يعيش بها تبي تتكلف المنحة 100 يورو 300 دينار تو ما تعلق يجي انت اليوم كل يوم تاخذ في الاراضي الدوليه يا اخي ناخذوها باش خزنوها لا عاد لا تنتج لانه فكناها من الاخرين ونخليوها هكاك والشباب معطل انت عندك في ولايه جندوبه قداش من شاب بطال يجوا هنا ناخذها بالاولويات عائله معه زوندر شنو نعمل مقاييس ونخلق ديناميكيه انتم الخمسه كرينا لكم الاربع هكتارات ولا ما نعرف شنو باش تخدموهم وعندك كاريه لمده 40 سنه 30 سنه هي كانت مفكوكه ما من الناس وراهو ماكش باش تدفع حتى شيء خمس سنوات معفى شد روحك ساعه واعمل تجربه نتاع تعاونيه وقتها تخلق ديناميكيه والناس تطمان
عندك قرارات نتاع الندوات للتشغيل اللي نعملوا فيها ونعاودوا تشغيل واحد من كل عائله وعوزه تيجي نعملوا هذا قبل ما تمشي لفامي. ونزيد هاني نقولها لك انا مانيش ضد، مش موقف ايديولوجي ضد لفامي، لكن ضد انك تمشي لفامي قبل ما تعمل اجراءات الداخليه، قبل ما تلم روحك الداخل، قبل ما تاخذ الفلوس المفرطه عند الناس. لانه لفامي عند ما تمشي لها كانك انت ماشي عندك خوك بي دي جي نتاع بنك تمشي له تقول له قرض تاع سكن، مش باش يحكم خوك وقت خاطر والله يا خوي خلينا نشوف مصالحه، ولا باش يحكم موقعه؟ باش يحكم موقعه، الشروط اللي باش يعطيها لك مش راعي لك وضعك انت، يراعي الشكل اللي باش يسترجع به فلوسه. لفامي عند ما نمشيو لها وتجينا تحبنا باش تعطينا الصوارد لفامي، لفامي تعطيك فلوس وتقولك هاي الشروط، ليش؟ باش ترجع فلوسها بعد. لكن لازمنا نمشيو لها وقت يضيق بينا شنو هي يضيق بينا الدهر يا سيدي، وقت يضيق بينا الدهر نمشيو لها في النهايه، نمشيو لها بعد ما نستنفذ، بعد ما نشوف الفلوس المفرطه عند الموردين، نشوف مساله الجبايه عند الناس، نشوف كيفاش الدعم نصوبه. معناتها ما عادش يمشي الناس كل يمشي المستحقين بآليات معينه. الاجراءات الاجتماعيه ضروريه قبل الدخول والا مع الدخول في الاصلاحات الاقتصاديه. باهي صاحبي البريكي، اليوم عنا 208 حانوت، بعض منها مسكر معناها جوست مهبط الستور وكهو فما فيه حد شيء فارغ، البعض الاخر يتهيأ و... حتى الحساب الكبير بدا تسكر في بعض المقرات يتهيأ ما تقولش البعض انه مش يعمل حزب جديد. نعم. نجيب شابي، سعيد العايدي، رضا بالحاج ومن معه، مهدي جمعه. دونك اليوم الاوفر بوليتيك هي مبادرات اشخاص، لليوم ما نسمعش نسمعوا في مبادرات مجموعات وبرامج. هذا المشكله، معناها الوضع تك جاوبت، الوضع تعيس. انت تسال وتجاوب. لا لا، الوضع تعيس عند التوانسه. الوضع تعيس معناها ورؤيتهم ولا موقفهم من الاحزاب السياسيه والثقه في الاحزاب السياسيه في ادنى مستوياتها نظرا للعرض السياسي المقدم. تجيو انتوما باش تقدموا البديل بنفس الطريقه. مش بنفس الطريقه. مش معناها مش بنفس الطريقه. انا قلت لك المساله ماهيش كميه، المساله مثلا نوعيه. تقول لي 208 احزاب، نسالك انا المنخرطين في الاحزاب قداش؟ تقول لي ما يجيوش 20%، بين 16 و20 حسب الاحصائيات. دونك فما خلل، والخلل هذا مادام الناس ياست هو اللي شجع للعوده الى نظام ما قبل 14 جانفي، باليات ما قبل 14 جانفي. وقتها لا نحكي ولا شوادين لا نحكي حتى على شيء. الارضيه فرتيل، الارضيه خصبه، المشكل كيفاش نلتقيه حول أرضية معينة. أنا وقت اللي تقول لي الجبهة واليسار نقول لك محمد كيلاني يسار نعتبره، هو موجود ومحمد كيلاني بالتعامل. احنا منش نعملوا حزب متاع أحزاب، منش نعملوا زبهة، باش نعملوا حزب يسار وقاعدين نفكر بصوت عالي. اللي يجي من 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 أحزاب أخرى ويحب يحافظ على حزبه ويكون قايد في الحزب اليسار ما عندناش حتى إشكال، كما واحد يجي من الاتحاد عضو اتحاد جهه ولا عضو نقابه عامه من حقه الانتماء، باش نقولوا برا حل اتحادك ويجا، كيما المنتدى الاجتماعي اللي قاعد يتحرك. دونك الهدف هو التجميع ما امكن، هدفنا تجميعي وما هيش افراد، راهو مجموعات. والمساله رهينه البرنامج به نحسبوها بالورقه والستيلو، نحسبها بالستيلوات اللي تحب بيه. غير ما يكونش جبهه شعبيه خدمه على الخزان الانتخابي لليسار الانتخابات الاخيره، جاب 3%. أنا ويزار خدمة الخزان الانتخابي اليسار في تركيبتها، في التركيبة فما ناس قاعد للبرة، فما ناس صوت لليسار ما تمشي تنتخب تنتخب يسار يسارية صوتت النداء بدليل أن ما جابت حتى صوت بعد، والناس مسات راهنت على النداء لأنه جمع وقتها وانطلق من أنه باش نواجه مشروع آخر. اليوم الفكرة هذه ما عادش عند النداء، تحب ندخل معك في حاجات أخرى؟ ما حبش نقيم الأحزاب الأخرى. 3% اليسار عند من لا يصوت لليسار، اليسار كافر باش يفسد المجتمع وكذا وما شنو. اي دونك هذه المعطيات الكل اللي موجوده تخلي انه فكره حزب يساري. السؤال هذا سئلت فيه مرات، انا عملت مبادره على شبكه التواصل الاجتماعي، تحب نعطيك قديش من التليفون جاء منهم ناس منتمين لحزب سياسي يساري، معناها الرد، لانه قلت والله اللي يحب يشارك في الفكره هذه وفسرتها شنو اليسار. راهو مش ديما اليسار، اليسار شو؟ اليسار هو من يقف على طرف نقيض نتاع فكره ما تمشاش معاه، هذاك اش معناه الجوش؟ يا اخي الحركه النقابيه في تونس ما حركه يساريه، احنا نحبوا حزب يساري تونسي، فهمت شك؟ احنا ما نرفضوا الوصايات،
أنا اليوم ما نحبش نحكي على اليسار في تونس كيفاش لازم يتجمع، واللي لعب دور في عهد الاستعمار الحزب الشيوعي التونسي قبل، واللي رموزه من أديان مختلفة مش بالضرورة كانوا متدينين، والبيرسبكتيفيست والناس المفرطة على اليمين وعلى اليسار، راهو آن الأوان ليتجمعوا في اتجاه واحد. نفس الشيء بالنسبة للقوميين اللي في ظرف معين زاد نفس الشيء عاشوا برشا معاناة حتى في هذا النظام البورقيبي. دونك مش اليسار من منطلق ايديولوجي شيوعي، اليسار الذي يقف على طرف نقيض التوجه الليبرالي في المرحلة الحالية، ويسار تونسي مع احترامنا لكل تيارات اليسار في العالم. هايفا بن عمرش، مرحبا بك سي عبيد. سؤالي، شكون تختار من الأسماء ورجال الأساس اللي باش نذكرهم توا ان يكونوا معك في الحزب؟ علاش معليش السؤال هذا توا معناها باش نقول يكون يكونوا ما يكون استوى عليه بطريقة أخرى، شكون معك يكونوا معك من القيادات مثلا منجي الرحوي ترى أكثر في الوطد ولا معك؟ الراه معي ولا في الوطد؟ مرحب به منجي رفيق دربي. تستقطبه؟ لا بل هو يستقطبني، منجي قدير وقادر على الاستقطاب، ليش استقطب يعني؟ مش علاقة استقطاب. محمد الغرياني لمين العام سابق لحزب التجمع؟ غير مطروح. سليم الرياحي؟ غير مطروح. به نسألك وسؤالي، شاورت البيجي قايد سبسي؟ فاش؟ قبل ما تعمل حزب شاورت شكون؟ البيجي قايد سبسي. باش قايد سبسي شاورته في حاجة أخرى، تشاورت معاه في حاجة أخرى. تشاورت وقت كنت أنا عضو حكومة، والبيجي قايد سبسي تشاورت معاه في الاستقالة، لكن للأسف بعد ما قلت، لأنه كنت أنا مش مستقيم بعد ما قلت. شكون ينساه؟ أنا إيه فلا سيسا تشاورت معاه. وبالنسبة للحزب تشاورت معاه، نزيد نعطيك في تشاورت معاه، تشاورت معاه وقت اللي كانت مشكلة في زيادات في الأجور وعملنا لقاء ممتاز، وأنا قلت ديما الراجل رجل سياسة. وقت اللي كنت نحكي عليه توا راهو نوصف في ممارسته السياسية اللي خلته اختار طريق به. ونوصلك التو اللي تابعوا فينا الكل تقريبا على الفيسبوك الكلهم نختصنوا في كلمة نور، الكثرة بلا بركة، يعني في كل تركينة قهوة في كل تركينة حسب سياسي خسارة صافي. في كل تركينة قهوة، لكن فما قهوة معبي وفما قهوة مفهم شيء. القهوة الشعبية معبي أكثر من القهوة اللي تدفع اللي في سومها غالي. احنا نحب قهوة شعبية. مالا في الحزب بتاعك فما تثبت شعبي؟ كيف؟ فما شعبي في الحزب. احنا متوجهين لهذوك اللي ما نولوا شيء، اللي اعطاوا أولادهم واللي اعطاو ناسهم، وهذوك هم اللي ماخذوا شيء، حتى السلطه ولا تتقسم بشكل ما نحبش نحكي عليه. شكرا.